السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من مباراة لن أنساها، المباراة اللي بنحكي فيها عن مباراة خالدة بذاكرة عشاق كرة القدم. حلقتنا اليوم عن مباراة النجم والعهد، مباراة 107 الشهيرة. ما هي قصة هذه المباراة؟ شو الأحداث اللي جرت في هذه المباراة الشهيرة جدا والتي لقب على أثرها أكرم مغربي بالرقم 107؟ تابعونا بهذه الحلقة المثيرة عن مباراة النجم والعهد. موسم 2016 كان من المواسم الملتهبة بكرة القدم اللبنانية بسبب التصارع الجديد على الساحة الكروية اللبنانية بين النجم والعهد على لقب الدوري، فكان نادي العهد النادي الجديد فينا نقول على الكرة القدم اللبنانية، وتصارع على الدوري وعلى لقب الدوري كان عم يتصارع مباشرة مع نادي النجم والعهد، فأصبحت هذه المباراة هي قمة جديدة في تاريخ كرة القدم اللبنانية. بوقت نادي العهد كان يمتلك ترسانة من اللاعبين المميزين أمثال دينيس وأيضا عبد الرزاق حسان، حسن الشعيط وموني وأحمد زراق، أيضا النجمة كان بصفوف اللاعبين خبرة ولاعبين شباب مثل محمد جعفر، السبليني، أكرم مغربي والعديد والعديد من النجوم بصفوف الفريق النبيذي. ب 21/10/2016 حددت مباراة الذهاب بالدوري اللبناني بين ناديي النجم والعهد بملعب زغرتا بالبرداشية. رغم برودة الطقس ولكن المباراة كانت أجواء مشتعلة ومشتعلة جدا، أيضا قبل ما تبدأ المباراة بسبب العداء الكبير الذي نضج بين هؤلاء الفريقين. نجم والعهد كان في بيناتهم حروب بالمكاتب، حروب بالإعلام، وأيضا حروب بأرض الملعب. بالشوط الاول كان ناديي النجم والعهد كان عم بيعرجوا عن جمل تكتيكيه، عن فرص كبيره لدى الفريقين، ولكن بينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0. لتابع هذه المباراه بتذكر انه نادي العهد كان الاعلى نسبيا في هذه المباراه، رغم انه نادي النجم ايضا كان الند للند مع الفريق الاصفر. بالدقيقه 80 من الشوط الثاني لاعب العهد بيرسل الكره الى منطقه الجزاء النجمويه وبتصطدم بيد احد مدافعي النجمه. حكم الراي بيعلن انه في ضربة جزاء، والحكم حكم الوسط علي رضا ايضا بيصفر ضربة جزاء لصالح نادي العهد، ووسط اعتراضات كبيرة من لاعبي النجمة وايضا من الجمهور النجموي. استمرت الاعتراضات لاكثر من 4 دقائق، ولكن عبد الرزاق حسان بعد ما هدأت الامور بسجل عبر ضربة جزاء لتصبح النتيجة 1-0. بعد الهدف غضب جمهور النجمة غضبا كبيرا على حكم المباراة وقاموا بتكسير بعض الكراسي، وكان في حالة هرج ومرج. توقفت المباراة لمدة 10 دقائق، كان في فوضى عارمة وغضب نجماوي كبير ظن منهم انه هذا الهدف لم يكن شرعي. ساءت الامور كثيرا بملعب المرداشية بصغرتها، غضب نجماوي كبير، ولكن هدأت المباراة بعد ما كان الغضب النجماوي والفوضى العارمة بأرض الملعب استمرت لمدة 10 دقائق. تابع المباراة الحكم علي الرضا هذه المباراة، وحاول فريق النجم من جديد انه يسجل على الاقل هدف التعادل حتى ما يخرج بهذه المباراة خالي الوفاة، ولكن بالدقيقة 98 وبرأيي من اخطر الفرص بتاريخ الدوري اللبناني، محمد جعفر بطريقة رائعة بسدد على مرمى حسن بيطار، ولكن الكرة بتتصد بالعارضة وبيعجز محمد جعفر من معادلة النتيجة. نادي النجم عم بيحاول اكثر واكثر انه يعادل النتيجة، عم بيحاول انه يهاجم مرمى بيطار من اكثر من ميلة، ولكن ما عم بيقدر انه يسجل هدف التعادل. المباراة عم تقترب للنهاية، اصبحنا بالدقيقة 107، القمري بيلعب كرة عرضية لمنطقة الجزاء بكل بسهولة، حارس المرمى العاد بيلتقط هذه الكرة، ولكن بذكاء تام اكرم مغربي بيتدخل، بتفلت الكرة من ايد الحارس بيطار وبسجل اكرم مغربي هدف التعادل. فرحة نجماوية كبيرة، فرحة لدى الجمهور، فرحة لدى إداريي النجم ولاعبين النجمة، وأيضا كان هناك اعتراضات من لاعبي العهد وأيضا إداريي العهد على هذه اللقطة وعلى حكم المباراة، بظن منهم أنه هناك كان خطأ على أكرم مغربي. طبعا بعد هذا الهدف تستمر المباراة لحوالي دقيقة، ولكن الحكم بصف نهاية المباراة، والاعتراضات الكبيرة وصلت على حكم المباراة من قبل لاعبي العهد. تذكر بوقتها حسين الزان هاجم الحكم والحكم طرده بعد هذه المباراة. هذه المباراة ظلت حديث الشارع الكروي لمدة أيام وأسابيع، مباراة صغارتا أصبحت على كل لسان من مشجعي الكرة القدم اللبنانية. طبعا بعد المباراة وعندما اجتمع الاتحاد اللبناني لكرة القدم قالوا أنه هدف أكرم مغربي لم يكن شرعي، كان في هناك خطأ على أكرم مغربي والحكم كان لازم يحتسب خطأ، ولكن طبعا النتيجة انتهت بنتيجة 1-1.
ايضا الرقم 107 اصبح ملتزم باسم اكرم مغربي بعد هذا الهدف الشهير، واصبح جمهور النجمه ينادي اكرم مغربي بالرقم 107. كنت معكم انا حسن صالحه، كنا عم نحكي عن مباراه فعلا لن ننساها بتاريخ كره القدم اللبنانيه. يا ريت تذكروا بالتعليقات اذا اعجبتكم هذه القصه، وايضا اذا كان في هناك خطا على اكرم مغربي عندما تدخل على الحارس حسن بيطار. تابعوني دائما على فيسبوك وعلى يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.